شكرا جزيلا. مصطفى الميسوري، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس. الحمد لله اليوم كانت أول دورة من بعد انتخابات غشت 2021، وكما لاحظتوا وحضرتوا معنا أنتم كمنابع إعلامية، الدورة دازت في أحسن الظروف، وكانوا في أربعة النقاط، ومن أهم النقاط اللي كانوا المصادقة على مشروع الميزانية ديال 2021، والنقطة الثانية هي انطلاقة ديال الموسم الفلاحي الجديد اللي كانوا معنا مسؤولين ديال الوزارة الوصية وزارة الفلاحة والصيد البحري، اللي عطاو للناس الأعضاء والمستشارين عطاوهم واحد التقارير على الموسم الفلاحي الجديد اللي الحمد لله غتكون فيه الأسمدة متوفرة، البذور متوفرة، العوامل الإنتاجية هي تكون متوفرة إن شاء الله. وكنتمناو من الله. واحد الملاحظة اللي لاحظت في هذه الدورة هو التدخلات ديال السادة الأعضاء اللي كانت زعما في المستوى. هاد التدخلات ما كتعطينا الا واحد الدافع وواحد العزيمه باش نحاولوا نخدموا الفلاحه على الصعيد الوطني، وخصوصا جهه فاس مكناس. السيد الرئيس، كما كنعرفوا الفلاحه هي رفيعه ديال الجهه وديال المغرب كامل، وكما كنعرفوا جهه فاس مكناس هي واحد الجهه اللي هي فلاحيه بامتياز. شنو هي التصورات ديالكم المستقبليه وبصفتكم كرئيس ديال الغرفه؟ بطبيعة الحال جهة فاس مكناس هي من ناحية الفلاحية غنية عن كل تعريف على الصعيد الوطني، والتطلعات ديالنا هو كاين شي بزاف ديال المشاريع اللي غيكونوا ان شاء الله في هاد الخمس سنين الجايه، وكاين برامج حنا بصدد ديال الاستعدادات ليها وكنوجدوها ان شاء الله، وغنطلع للاعلام عما قريب ان شاء الله. ان شاء الله واحد الرساله قصيره توجه للفلاحه بجهة فاس مكناس. الفلاحة، احنا كما تيقولوا الوالد ديالي فلاح، وحنا فلاحة وعايشين مع الفلاحة، وحنا هنا في هذا المنبر وفي هذه الغرفة إلا باش نهزوا دوك الهموم ديال الفلاحة والشكايات ديال الفلاحة ونوصلوها للناس المسؤولين. وكنبغي نوجه واحد الرسالة للفلاحة، زعما الأمور راه غادية إلى أحسن إن شاء الله، غتكون الأمور غادية إلى أحسن.